ماذا يتميز، كيف، ما الذي يميز الطلبة في الاستفادة من الشيخ؟ ما الذي يعني كل الطلبة بيحضروا درس الشيخ، ما الذي يميز الطلبة في الاستفادة من الشيخ؟ أمران بعد فضل الله، واحد تحضير والمتابعة، واحد الذي يسأل. أحسنت، مقدار ما تستفيد من شيخك بالسؤال. فبعض الطلبة بقول لك أنا إلي 20 سنة مع الشيخ، لكن شو ماله؟ مكانك راوح، لا يتقدم، وتقدم وين؟ بطيء. مش العبرة إلك 20 سنة و30 سنة، العبرة ماذا تقدمت، ماذا تقدمت، وتقدمك يظهر بسؤالك. إذا واحد السؤال تستفيد من الشيخ، انتبه. اثنين حرص على الاستماع والتركيز في الدرس. نعم، الانتباه والتركيز، لأنه كم من والثبات. فكم من إنسان بقول لك أنا حضرت الدرس لكن وين؟ سارحة، والرب إيش؟ راعية، كما تقول عامة الناس، بمعنى أن هذا الشخص لا يركز في الدرس، قاعد لي راكع على الحيط، عمره 20 سنة وراكي لي على الحيط. ما تقول عمره 200 سنة يا زلمة، يا زلمة إذا عمرك 40 اركع على الحيط، فوق 40 ماشي استويت، معلش عمرك 20 سنة وراكي لي على الحيط، كيف بدك تركز؟ وكل شوي ولهم الثوب، ذبحتنا يا ذبحتنا، كيف ستستفيد؟ هاي رجل عمره 60 او قارب 60 وش راكع على الحيط، انت 20 راكي لي على الحيط، والله ما. وهاي برضو قارب 60 برضو هذا وانا قربت شوي بس اقول لك قاربت 60، قال لا راحت، نسال الله حسن الختام. فاذا الشاهد من هذا اخواني في الله، بهذا يتميز الطلبة. لا تقول لي والله انا الي 20 سنة، طب الك 20 سنة كم ثبتت مع الشيخ؟ لسه بتثاوب كمان، قام إلك 20 سنة كم كتبت لخصت؟ انت ما بتستفيد، انت بتحضر درس للبركة. فيبدأ يهز رأسه، هو ايش؟ مش مركز. فاذا طالب العلم يتميز عن غيره، اذا بدك تعرف الطالب عندك فاهم ولا مش فاهم، كيف بتعرف؟ بالسؤال. بدك تعرف انه بيقرأ ولا ما بيقرأ بيش؟ بالسؤال. اذا قال لك والله يا شيخ قرأت انا في كتاب منهاج السنة واشكل علي بعض المواطن، فيا ريت تساعد، معناته هذا ايش؟ بيقرأ. والله يا شيخ قرأت في مختصر القدوري عند علماء الحنفية واشكل علي اشياء ممكن اسأل، معناته بيقرأ في الفقه في مذهب الحنفية. والله يا شيخ مر علي في منهاج الطالبين للنوع عبارات وتحتاج الى فهم، ممكن نتساعد او تدلني على كتب شرحت هذا الكلام، معناته بيقرأ في فقه الشافعية. اما يا شيخ والله صار معي هيك وراحت هيك، معناته عامي ما بيقرأ، لانه سؤاله عن ايه؟ عن اللي بصير معه. وتقول لي انا لي 20 سنة مع المشايخ، ما انت لك 20 لكن ايه؟ مكانك راوح. عشان هيك يا جماعة اللي بده يصير طالب علم، انا بنصحه اذا بده يدرس في الجامعة غير شريعة ما يدرس. احنا ما بنمنع التخصصات الاخرى، ادرس زي ما بدك، كيمياء رياضيات، بس احضر الاختلاط، هذا موضوع اخر. بس اذا بدك تصير طالب علم، ما بزبط معك الا تدرس ايه؟ شريعة، ويدوب يعني ربما لا تفلح ايضا. اما اذا بتروح لكيمياء وفيزياء وهندسة وطب وتمريض، فانت انفع المسلمين في مجالك. لا تحكي عن حالك راح اصبح طالب علم شرعي، السبب انه سوف تنشغل، اوقاتك ستكون كلها معمرة بايش؟ بالكيمياء. مرحبا، اهلا. في معادلة عندنا H2CO2، وصار ايش مش عارف ايش بدكم يحكوا، كيمياء شو؟
والله انا كهربجي بدرس كهرباء، كهرباء وقانون كيرش وقانون مش بطيخ اخضر مش داري ايش. طب هذا امتى سيفلح؟ ما في وقت. فانت اذا بتحكي عن حالك بدك تصير طالب علم وبدك تكمل طلب العلم، ادرس شريعة، ادرس شريعة، باب بيفتح عليك باب العلم. وبكرة بس تتخرج وصير معك شهادة شو بدك تشتغل؟ استاذ مدرسة. شو بدك تتكلم؟ في الدين. اذا استمريت في طلب العلم حتى تكسبك والمال اللي بدخل الى جيبك وحلالك، انت ايضا تنفع المسلمين بالدين. لكن اذا درست هندسة بس تتخرج شو بدك تشتغل؟ في مصنع. منشوفك الصبح ولا انت مروح المساء؟ من الفرشة للورشة. وطول اليوم تحكي عن ايش؟ سلك طالع لي من هون، زيت بهرب من هون، اذا انت ميكانيك ولا كهرباء ولا ابصر ايش، وحساباته ما بتحكي في الدين بالمرة. كيف بدك تصير طالب علم؟ فاذا طلب العلم يا جماعة يحتاج الى تضحيات. انت اذا كان ولا بد تكمل جامعات فركز على هذا الشيء، والعمر قصير. انتبه الى هذا المجلس. الفائدة العلمية ان تجالس العلماء كما جالس الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان تحسن السؤال. انا ببين معاي انك انت طالب علم ولا مش طالب علم من ايش؟ من سؤالك. اذا بتقول لي والله يا شيخ في الكتاب الفلاني، معناته انت ايش بتقرأ. اما حضرتك صار معاي هيك ورحت هيك وشو رأيك يا شيخ، معناته انت تتكلم عما يحيط في حياتك. انت صاحب ديانة فيما نحسبك، لكن لا تحكي عن حالك ايش طالب علم ظاهرا. انت من الفرشة للورشة، من الفرشة للورشة. واذا اعطناك وقت شو مالك؟ ما بتقرأ. المشكلة الان مش في وجود الكتب، الكتب موجودة، لكن المشكلة ايه؟ في الهمم. ما في همة. فتح الباري ابن حجر مكث فيه ما يقارب من 30 سنة، وعندما انهى مع طلبته اقام وليمة دعا اليها اهل القاهرة فرحا، وحق له ان يفرح. ما زلنا نستفيد من علمه لغاية الآن. وعندما قيل للشوكاني اشرح صحيح البخاري، ألف لك كتاب شرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يشير انه خلاص فتح الباري ختم. اذا تنبهوا اخواني في الله الى هذا الشيء المهم.